هنا المؤهلات كنهضروا على المؤهلات، هنا ندخلوا المجال تاع التكوين، التكوين تاع طالب العمل. تم تنظيم اليوم على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بإليجي يوم إعلامي وتحسيسي لفائدة متربصي وخريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين من أجل تعريفهم بدور هذا الفضاء الإعلامي الهام. تسمح هذه الدار بمرافقة طالبي التكوين ومتخرجيه من الاستفادة من القروض وعدة امتيازات بحيث مرافقتهم في المشروع والانطلاق فيه وتركيبه من أجل تجسيده على أرض الواقع.